داعش باقية وتتمدد. ليس بعد اليوم. لأول مرة وليس من قبل، تلفزيون الآن يقدم نجوم بلا حدود ضد التطرف، ضمن حلقة خاصة مع رانيا صياح، زافين كويمجيان وكارول سماحة. سيقومون باختيار فيديو من بين 10 فيديوهات قام بها مراسلون من الوطن العربي يدعمون الفكرة، وأنتم أيضاً سارعوا وشاركونا حملتنا من خلال مشاركة فيديوهاتكم مع استخدام هاشتاغ غير باقية ولن تتمدد، بالإضافة إلى حساب تلفزيون الآن أتلآن تي في. شاركوا أيضاً لجنة الحكم باختيار الفيديو الأفضل من خلال مشاهداتكم على اليوتيوب. الفائز سيحصل على جائزة مالية وقدرها 5000 درهم إماراتي. داعش غير باقية ولن تتمدد. تلفزيون الآن، معاً ضد التطرف.